كانت البداية السوق الأوروبي والأمريكي، ومع التنافس الاقتصادي الحاصل والتطور التقني الحديث انطلقت ولأول مرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط بجدة عروس البحر الأحمر مشروع حاسب بنفسك من إحدى المراكز الاستهلاكية لبيع المواد الغذائية. كاميرا برنامج صباح السعودية كانت هناك لتنقل لنا الحدث. من 5 سنوات بدأت الفكرة وبدأنا تنفيذها من خلال سنة، والحمد لله نجحنا، واليوم نشوف المنتج على أرض الواقع موجود. الاستجابة كانت جدا رائعة من الزبائن، كافة الشرائح، كافة الأعمار، كافة الجنسيات، الأطفال، الكبار، الشباب، وكلهم انبسطوا من الجهاز هذا إن شاء الله. لكل تجربة وليدة وجديدة لها من المؤيد والمعارض، فقد تعددت وجهات النظر، فهناك من يشجع على بقائها في السوق وهناك من يخالف وجودها، وبين هذا وتلك رصدنا آراء الحضور. هو له سلبيات وله إيجابيات، لكن من السلبيات اللي راح تكون موجودة، هل حنقدر نستغنى مثلا عن الكاشيرات؟ هل حنقدر نستغنى مثلا عن الشباب اللي بيشتغلوا؟ يعني الجهاز حيجي لازم يمسك مكان موظف أو مكان موظفة، تمام؟ هل نحن كده قضينا على البطالة ونحن اللي بننادي بالوظائف؟ أنا جيت ولقيت زحمة ورحت على الجهاز، وغيري لقى زحمة وراح على الجهاز، ولقينا زحمة ورحنا على الجهاز، معناته الجهاز كمان حيكون مشغول. جهاز رائع، أكثر من رائع. نحن هالأيام مندور على السهولة، على البساطة، ما بدنا نوقف كتير، ما بدنا نضيع وقت كتير، فتواجد الجهاز وكونك انت تحاسبي بنفسك وتمشي مرة نايس ايديا صراحة، كتير مبسوطة فيه، كتير حلو، تكنيك كتير عالي، ومبسوطين كمان انه اول افتتاح له حيكون بالسعودية، هذا فخر لنا نحن كعرب. أسلوب تقني حديث تدخل به المملكة العربية السعودية أولى الدول المتقدمة وتنافس به. كانت معكم أمل محمود من جدة.